تمييز واضح وانتهاكات صارخه، تحذير اطلقته اللجنه الوطنيه لشؤون المرأه حول تداعيات جائحه كورونا على عمال المياومه والعمل غير المنظم خاصه العاملات في قطاع الزراعه، كما حذرت اللجنه من الاثار التي ترتبت على قطاع التعليم، مشيره في هذا الصدد الى خطوره الاستمرار في اغلاق المدارس لما له من اثر في تعميق الفجوه امام التعليم النوعي. وعزل الفتيات خاصه في المناطق المهمشه واشارت اللجنه الى ان قرارات حظر التجول ادت الى رفع نسبه العنف ضد النساء وزادت من اعباء الرعايه عليهن